السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد عطيتو وده برنامج كابيتانو، ودي الحلقة اللي بنعملها كل جمعة بخصوص سؤال وجواب أسئلتكم اللي بتسألوها لي وأنا بحاول أرد عليها ونتفاعل فيها مع بعض. قبل ما نرد على الأسئلة، لو أنت بتشوف الفيديو ده على يوتيوب اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة وشغل زرار الجرس عشان تجيلك الفيديوهات أول بأول، وعشان ما نطولش على بعض يلا بينا نخش نشوف الأسئلة بتقول إيه. السؤال الأولاني من يوسف بيقول لي تفضل مين يكون قلبين الدفاع قصاد سان داونز؟ لو على المستوى الشخصي فانا هختار رامي ربيعه وايمن اشرف، ولو على ارض الواقع فهقول سعد سمير وايمن اشرف، لان هم اكتر اتنين لاعبين الفتره اللي فاتت افريقيا مع بعض واكتر اتنين التفاهم بينهم موجود. لكن شفنا اخر ماتش كان رامي ربيعه وياسر ابراهيم قدام الاتحاد السكندري وعملوا ماتش كويس قوي، لكن مؤقتا خلينا نلعب على المضمون، والمضمون هو ايمن اشرف وسعد سمير. محمد صبروفيتش بيقول لي تفتكر مسيره لاسارتي هيكون نفس مسيره جوزيه؟ لا. محمود موكا بيقول سمولينج كان يقصد نقطة الضعف اللي في ميسي اللي فوق حرف الاي اللي في اخر كلمة ميسي، صح؟ لان معزة ملوش نقطة ضعف تانية اللي لو في سيديهات على ام تياجو مثلا. يا عم الحاج، يعني يوم ما حد يجي يتكلم على ميسي يكون مدافع الاول مش سمولينج اللي يتكلم على ميسي، ده النقطة رقم واحد. تاني حاجة، يوم ما يكون ميسي ليه نقطة ضعف اللي هيكتشفها سمولينج؟ يا موكا ما تتعبنيش معاك. على العموم احنا مش هنتكلم كتير، احنا هنصعد فميسي ده يبقى يجي لنا كده في الاولد ترافورد واحنا هنبقى نتكلم بعدين. انا هدي صدع الكذب. مصطفى عبده بيقول لي ايه التشكيله المناسبه وطريقه اللعب اللي تخلينا نرجع من جنوب افريقيا بنتيجه ايجابيه، ومين الانسب قدام مروان ولا ازارو؟ اي تغيير في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها لاسارتي من ساعه ما جه معناها ان احنا هنرجع من بره بفضيحه. طريقه اللعب اللي هي 4-3-3 او 4-2-3-1 على حسب هو عاوز يعمل ايه في ناصر ماهر، اللي احنا نفسنا مش عارفين هو بيعمل ايه. الاربعه اللي ورا هيكونوا علي معلول، محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، السوليه، نيدفيد، ناصر ماهر، اجاييه، واللي يلعب قدام المره دي يكون وليد ازارو، لان اعتقد ان سان داونز هيحتاج يجيب جول وهيبقى فيه مساحات في خط ظهره قد يستغلها ازارو بسرعته، فانا شايف ان وليد ازارو هو اللي يلعب الماتش الجاي. سامح ابو شهبه بيقول لي ايه هو المكان المناسب للشحات مع الاهلي؟ وينج ليفت او وينج رايت على حسب ظروف الماتش ايه، لكن اعتقد ان حسين يلعب وينج ليفت. لكن المشكله في حسين الشحات مش مركزه ايه، هي المشكله في حسين الشحات انه امتى يرجع لوضعه الطبيعي نفسيا عشان يقدر يدي. ان حسين الشحات ممكن يلعب في اي حته. انا عايز اقول لك ان انا في فكره من الافكار اللي دايما في بالي ان نفسي في مره نلعب حسين الشحات ناحيه اليمين باك يمين، بس احنا الحته دي عندنا عمران، يعني بسم الله ما شاء الله فيها محمد فتحي، احمد فتحي ومحمد هاني وكمان باسم علي، فمش مزنوقين للدرجات ان احنا نلعب حسين الشحات فيها، لكن ده واحد من الاماكن اللي ممكن نلعب فيها. جوكر حسين الشحات جوكر يلعب في حته، لكن الانسب ليه انه يلعب وينج. احمد سمير حسن حبيبي ابو حميد بيقول لي في رايك مين المهاجم الاكثر تكاملا في ثلاثي الاهلي، ولو انت مدير فني للاهلي مين المهاجم اللي هيكون مفضل بالنسبه لك؟ مين الاكثر تكاملا في ثلاثي الاهلي؟ ولا واحد يعني معرفش اصلا التالت تقصد مين، يعني انا اكيد تقصد ازارو ومروان، التالت يمكن يكون اجاييه قصدك. لو صلاح محسن برضو التلاته، يعني ولا واحد فيهم اكثر تكاملا، فدي قصه بالنسبه لي منتهيه، كل واحد فيهم ناقصه حاجه، فالتلاته ما فيهمش حد اكثر تكاملا. ولو انا المدرب هفضل مين في التلاته؟ موضوع محير جدا، ما بقول لك كل واحد ناقصه حته، بس انا هقول مروان، يعني الفرص اللي بيضيعها ازارو دي كلها شيء عجيب. محمود سامي بيقول لي في غلطه عملها لاسارتي اكبر من انه ما قيدش صالح جمعه افريقيا، ولا هي دي الغلطه الوحيده، ومين اللي ساعده في الجريمه دي؟ طب انا مش عارف انت هتقول عليا اصلا مجنون ولا لا، بس انا شايف ان عدم قيد صالح جمعه في القائمه الافريقيه قرار كان صح جدا، يعني ما انا بقول لك هو غريب. بس واحده معلش، هو الراجل ساعتها كان مزنوق في الاختيارات، كان مش عارف يعمل ايه، فكان مضطر يختار على حسب الاماكن اللي ناقصه عنده مش على حسب جوده اللعيبه اللي بره القائمه الافريقيه. هي بس بالاخر عشان ما نرغيش كتير، الحيره كانت في محمود وحيد ولا رامي ربيعه ولا صالح جمعه ولا مؤمن زكريا ولا احمد الشيخ. خلينا نطلع احمد الشيخ ومؤمن زكريا بره الموال شويتين، لان هما الاثنين اساسا واحد لسه مصاب لغايه دلوقتي اللي هو الشيخ، والتاني مؤمن كان مشي. فكانت الحيره في محمود وحيد ورامي ربيعه وصالح جمعه. محمود وحيد لان ما عندناش ولا بديل لعلي معلول، لان ايمن اشرف احنا خلاص بقينا بنعتبره ان هو مساك، فاحنا ما عندناش حد في الحته الشمال دي، وعانينا كتير قوي في قصه اصابه معلول في النهائيات، فكان لازم ياخد محمود وحيد. الحاجه الثانيه هي رامي ربيعه، احنا عندنا قلب الدفاع في مشكله،
فكان لازم يختار رامي ربيعه. الحاجه اللي انا دلوقتي بنتكلم فيها نقطه صالح جمعه ليه ما اختارهوش. صالح جاي من المجهول وما كناش عارفين هل هيرجع صالح اللي نعرفه ولا صالح يرجع يتدلع. هو دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليه لعب ماتشين والماتشين مؤثرين، ماتش الزمالك اخر 5 دقائق او 10 دقائق وماتش الاتحاد خدوا فيه ربع ساعه والاثنين فيهم كان ماشي كويس، بس برضه لا يظل ده مقياس ان اللي عمله صارتي بعدم اختياره في القمه الافريقيه جريمه. بقول لك رجعه صالح كانت في المجهول وما نعرفش صالح جمعه هيرجع فت وكويس ولا لا، فعشان كده انا شايف ان هو مش جريمه انه ما ايدوش في القمه الافريقيه، لكن عدم قيده خساره خساره. طب هنعمل ايه يعني؟ مش بايدينا بس هي خساره. احمد عاطف بيقول لي بعد حسام غالي مين اللي يلعب في المركز ده في الاهلي، وليه لابورت مش واخد حقه رغم انه الماز، شايف زيدان الموسم الجاي هيمشي ازاي؟ بعد حسام غالي مين اللي يلعب في الحته دي؟ لو قصدك على حسام غالي ككابتن وقائد فالموضوع صعب وهنحتاج لنا سنين عشان نعوضه، لكن اي حد يلعب في الحته دي ايه المشكله؟ يعني حسام غالي كان لعيب سوبر وكبير وكل حاجه، لكن خلاص مشي ما نبطل كوره. اي حد يلعب في الحته دي وهيبقى وهيجي منه على قد امكانياته، لكن اي حد ممكن يلعب في الحته دي مفيش مشكله. يعني احنا دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها السوليه ماشي في الحته دي كويس. كريم ندفد لو غير مكانه من 6 ل 8 هيلعب الحته دي كويس. رجوع حمدي فتحي من الاصابه ووجوده في الحته دي في مركز 6 هيخلي اي حد يلعب قدامه هيفوق ويبقى كويس، لكن مين يلعب؟ اي حد ممكن يلعب في الحته دلوقتي. لكن لو قصدك على نفس جوده حسام غالي اكيد مش هتلاقي دلوقتي، اكيد مش هتلاقي. وليه لابورتي مش واخد حقه رغم انه الماز؟ هي الكوره كده، هي الكوره كده. اولا 90% من الناس اللي بيبقوا مظلومين في الفرق الهجوميه هي اللعيبه اللي بتلعب في مراكز دفاعيه. يعني دايما كنت تلاقي بوسكيتس في برشلونه حقه مهضوم عشان اللي قدامه كانوا انيستا وتشافي وميسي وكلين منه الجو، وهو مع انه هو اللي شايل الفرقه دفاعيا على اكتافه. تعالى دلوقتي في مانشستر سيتي مثلا تلاقي لابورتي مش واخد حقه لان الفرقه هجوميا كاسحه وبيعملوا كل حاجه في الكوره في الحته الهجوميه، عشان كده مش واخد حقه. لكن هو لعيب كويس جدا وتطور من السنه الاولى اللي جه فيها ودلوقتي، لا الفرق شاسع ولابورتي عالي جدا. شايف زيدان الموسم الجاي هيمشي ازاي؟ زيدان معنى انه قبل يرجع تاني معناها ان فلورنتينو بيريز اخيرا ركع وسلم انه لازم يعمل ثوره في مدريد. مدريد السنه الجايه مع زيدان اعتقد انه هيبني فرقه من جديد، وبناء على اللعيبه اللي جايه نقدر نتكلم نقول زيدان هيمشي ويعمل ايه. زيدان او ريال مدريد فقد شخص واحد بس والمنظومه تهدد برحيله وهو كريستيانو رونالدو. عشان تعوض كريستيانو رونالدو فانت مش محتاج لعيب، انت محتاج منظومه، محتاج اكتر من لعيب يقدر يعوض العظيم اللي مشي ده. فزيدان وفلورنتينو بيريز اكيد مخططين لده، واكيد مخططين انهم يعملوا فريق عظيم وكبير تاني يرجع ريال مدريد للهيبه والخضه اللي كان بيعملها لكل الناس. لكن على مستوى النتائج ده شيء غير مضمون تماما. يعني انا دلوقتي تقول لي زيدان هيعمل ايه السنه الجايه من حيث النتائج؟ اقول لك معرفش. لكن تقول لي زيدان السنه الجايه بيخطط ليه؟ اقول لك انه لازم اقول لك ان زيدان بيخطط انه هيعمل فرقه كبيره يستقطب نجوم كبار تقال بحجم مدريد. اعتقد انه بيفكر في مبابي، كلامه على بوجبا، كلامه على هازارد، بيتكلم على اسامي تقيله، اسم زيدان واسم مدريد يقدر يشدهم. عشان كده بقول لك ان زيدان السنه الجايه هيبني فرقه كبيره قوي، لكن على مستوى النتائج الموضوع غير مضمون اطلاقا. يعني علي بيقول لي الاهلي واليونايتد يوم 10 مع بعض. طب اعمل ايه؟ والله العظيم ثلاثة ده بجد يا جماعه، انا مش من الناس بتقصة اللي هي يعني بتتفائل وتشام والكلام ده، بس الموضوع زياده عن حد. يعني مش كل مره نلعب مع بعض في فرقه تقع، مستحيل يحصل ده. انا بدات اركز في الموضوع من اخر الدور الاولاني، لقيت ان الكلام طلع مظبوط. ما لعبناش مره الاهلي واليونايتد مع بعض والاثنين كسبوا، يعني مره مثلا ولا حاجه، لكن طول الموسم نلعب مع بعض وفرقه تتعادل وفرقه تخسر، يعني مش كده يعني. ده حاجه حاج عامر حاج عامر المره دي ملوش فيها صحيح، ده كان دوري ابطال. ميدو بيقول لي توقعاتك لميركاتو مانشستر بالاسماء. يا معلم الموضوع ده دلوقتي فيه مشكله، اللعيبه بره ما بقتش تفكر بس في اسم النادي. الموضوع مش قصه ان مانشستر يونايتد عارض على اللاعب انه يجي، قصه ليها علاقه بفلوس وجهاز فني ومواضيع تانية كتير. وبيني وبينك بالبلدي اسم سولشاير ما يخضش ولا يجذب حد، على عكس ان انت يكون مثلا مدربك زيدان لما تيجي تقول لفلان تعالى يا فاران، فاران هيجي ده انت زيدان. لكن انت دلوقتي سولشاير الموضوع معاه متأزم شويتين بسبب عدم الثقه عند بعض النجوم الكبيره اللي لو عرضت عليهم هل هيرضوا يجوا بسببه ولا لا. لكن خلينا اديك بعض الاسامي اللي انا شايف انها لو جت مانشستر يونايتد مع سولشاير او مش مع سولشاير هتبقى كويسه. يعني مثلا احنا عندنا كارثه في قلب الدفاع فلا بديل عن كوليبالي،
واعتقد كمان ان في بيساكا واحد من اللعيبه اللي عايزه تيجي بغض النظر عن وجود سولشاير من عدمه، فعشان كده بيساكا لو جه هيفرق معانا جدا. في كلام تاني على ان تريبيه لعيب توتنهام الباك رايت، جمهور توتنهام قرفان منه والكلام ده، انا شخصيا مش معترف بيه قوي لانه دفاعيا منيح لكنه هجوميا كويس قوي، فلو هنفكر في العيب ممكن يبقى في الحته دي الى حد ما كويس، فتريبيه كويس. ليه ما نفكرش في جريزمان؟ جريزمان اللي عقده قرب يبقى بيخلص، فممكن جريزمان، ممكن ساول قدام سانشو بتاع بايرن ميونخ بتاع دورتموند، الراجل انجليزي والصحافه الانجليزيه عماله تزن عليه بقى لها اكتر من سنتين يرجع، واعتقد ان الموضوع قرب جدا من انه يجي. 19 سنه سنه صغير مع منتخب انجلترا ماشي كويس، بيحب مانشستر يونايتد وعاوز يجي، فاعتقد ان سانشو لعيب ينفع يجي مانشستر يونايتد، فدي لعيبه كتير. الحاجه بس اللي انا باكد عليها ان احنا هنزعل قوي لو مشينا لوكاكو، رغم ان الناس زعلانه قوي من لوكاكو وقرفانين منه وانه ابيض يا ورد، انا بقول لك لوكاكو لو مشي هنزعل زعله كبيره. اخيرا محمد مصطفى بيقول لي ايه هي اهم المراكز اللي شايف الاهلي محتاجها في تدعيمات الميركاتو الصيفي؟ بمنتهى الامانه الاهلي مش ناقصه حد غير فرويد قوي جدا، بس مش ناقصنا حد تاني، احنا عندنا في كل مركز 3 لعيبه وكلهم كويسين. حراسة المرمى إلى حد ما مقبول، ناحية اليمين عندنا 3، ناحية الشمال عندنا 3، قلب الدفاع عندنا 4، في خط النص حدث ولا حرج، على الوينجات كتير، لو قدرنا نحافظ على رمضان صبحي وإنه يفضل موجود دي هتبقى أهم وأقوى صفقة فعلا عملناها، إن إحنا نقعد رمضان صبحي. الهجمات والكرات والفرص الكتيرة اللي بنروح بيها وبنضيعها دي حرام، فإحنا محتاجين حد أتقل من اللي موجودين دلوقتي والإبقاء على رمضان صبحي. بس كده. اخيرا شكرا جزيلا لكل الناس اللي بتبعت اسئله وبتقدرني وبتحاول انها تساعدني على ان اتطور وابقى احسن، فكتر خيركم، شكرا جزيلا. نشوفكم ان شاء الله بكره بعد ماتش الاهلي وصن داونز، وان شاء الله نكسب في جنوب افريقيا ونرجع فرحانين. كان معاكم محمد عطيته وبرنامج كابيتانو، سلام.